لا، بالنسبة ما يتعلق بالدولار، نحتاج إلى مباحثات مع صندوق النقد الدولي. حكومة العبادي، السيد العبادي، خاف يطلع لنا واحد يقول تتجاوز الكذا، وحكومة عبد المهدي وحكومة الكاظمي اتفقوا مع صندوق النقد الدولي إذا لم يقوموا بالإجراءات الخمسة المتفق عليها، اللي راح أذكر لك يا جنابك، سيصل سعر الصرف إلى 160 ألف عراقي مقابل كل 100 دولار، منها ضبط المنافذ، معالجة مشكلة البطالة، الإيفاء والاستيرادات، يعني مداخل الحدود إيش قد تجيب. هناك خمس نقاط متفقين عليها، وهم كلهم يعرفون. حتى هو السيد السوداني كان عضو في البرلمان، والبرلمان يعلم، البرلمان العراقي بزمن عادل عبد المهدي وبزمن الكاظمي يعلمون تماما أنه هناك اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، وهذا كله ذر الرماد في العيون وتغيير بوصلة التفكير، تفكير الشارع العراقي، لا سيما بين قوسين الشارع الثائر. إذا كان من الخطأ أن ربما إقحام هذا الملف ضمن الوعود الحكومية قبل يعني عملية التكليف وتشكيل الحكومة. أكيد، أنا قلت في يوم من الأيام أنه الرجل نعم لديه برنامج ولديه الرغبة الذاتية ومستعد لإنجاز شيء للمواطن أو للفرد العراقي أو للمجتمع العراقي، ولكنه مكبل بضغوطات وبرامج أخرى، وإلا ما معقولة. يعني رئيس وزراء يعلم علم اليقين أنه ليس بإمكانه أن يغير سعر الصرف على سبيل المثال، ويظهر ويقول إحنا نغيره ونرجعه إلى كذا. اثنين، ليس بإمكانه تماماً أن يعالج مشكلة البطالة بهذا الشكل، أنه نحن مستعدين للتعيين مثلا الخريجين، عندك 73 ألف خريج، زين السنوات المقبلة شلون؟ يعني أكو أشياء ده يلزم نفسه بها. أنا أعتقد هو إمكانياته السياسية وإمكانياته العلمية وحجم وعيه ومشاركاته السياسية وفعاليته السياسية، رجل يدرك هذا، لكن يبدو أنه هناك إملاءات، وأنا مسؤول عن كلامي هذا.